أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا فيما سبق عن نشوز، وتحدثنا بالتفصيل عن نشوز الزوجة وما هي أحكام النشوز، ثم تحدثنا في الدرس الماضي عن نشوز الزوج وما هي أحكام نشوز الزوج. الآن نتحدث اليوم عن مسألة ثالثة، وهي أحكام النشوز والمنافرة بين الطرفين أو من الطرفين. يعني تارة يكون نشوز من الزوجة فقط، تارة النشوز يكون من الزوج فقط، وتارة يكون من الزوجين معا لوجود منافرة بينهما. وهذا يقع كثير في المجتمع، أنه الزوجة تصبح تصل إلى مرحلة الزوجان لا يستطيعان أن يعيشا مع بعضهما البعض بطريقة سلمية. فهنا ما هي الأحكام في مثل هذه الحالة؟ طبعا ليس الطلاق هو الحل دائما، يعني نحن عادة الطلاق هو آخر الحلول، كما يقال آخر الدواء الكي، لأنه كل الأدوية لا تنفع إلا الكي، هو الوحيد الذي يمكن أن ينفع في هذا المقام كآخر دواء. نفس الشيء بالنسبة إلى المشاكل الاجتماعية بين الزوجين، نحن لا ننصح بالطلاق مباشرة، لأن الحياة الزوجية أصلا لا يمكن أن تستمر بدون ما يكون في مشاكل. المشاكل تقع، إذا ما في بين الزوجين مشاكل، بين الزوجين بسبب الأطفال ممكن تصير مشاكل، أحيانا بسبب الأهل ممكن تصير مشاكل، لأسباب أخرى ممكن تصير أي مشاكل أخرى. فلكن كيف الحل؟ ما هو النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما هو السبيل لحل مثل هذه المشاكل؟ الآن نقول أنه النشوز والمنافرة تكون من الطرفين، فنقول إذا وقع نشوز الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين، بعث الحاكم حكمين. من هو الحاكم؟ الحاكم الشرعي، يعني يرفع أمر هذين الزوجين إلى الحاكم الشرعي ليرى ما العمل في هذا الأمر. فالحاكم الشرعي هنا يبعث حكمين، كما ورد في القرآن الكريم، حكما من أهلها وحكما من أهله هو. فبعث الحاكم حكمين، حكما من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة. لماذا؟ للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صالحا من الجمع أو الفراق بإذنهما كما سيأتي. يعني هذا الحكمان ما هي وظيفتهما؟ الوظيفة الرئيسية لهما أولا يشوفوا شو المشكلة، يرفعوا محل الخلاف والشقاق، يصلحا بينهما، ثم بعد ذلك يتخذان القرار المناسب. لماذا؟ للجمع بينهما والصلاح والمصالحة، أو للتفريق بينهما. والتفريق لا يكون بقرار من الحكمين، وإنما لابد أيضا من إذن الزوجين في هذه الحالة. فقرار التفريق لا يلزم الطرفين أو الزوجين ما لم يوافقا على ذلك. الآن نفصل الأحكام. يجب عليهم البحث والاجتهاد على من؟ على الحكمين. يجب عليهم البحث والاجتهاد في حالهما، في حال الزوجين، وفيما هو السبب والعلة لحصول الشقاق بينهما، ثم يسعيان في أمرهما، فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين. يعني عندهم صلاحية
باتخاذ القرارات المناسبة للإصلاح، فكل ما يحكمان به يجب على الزوجين أن يلتزما به. كما نعم، وحكما به كل ما استقر عليه رأيهما، وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به، بشرط كونه سائغا شرعا، بشرط هذا القرار يكون سائغا شرعا. كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها، أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته ولو في بيت منفرد، أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك. الأمثلة التي طرحها أنه ممكن هذه المرأة كان وعود بيناتهم، أنا بتزوجك بدير بون منعيش بدير بون إن شاء الله، مثلا قالت له ما بدك، ما بدي تنقلني لبرا دير بون، ما في طبعا شرط، وأنا من باب التوافق، راح فجأة نقلها لمكان آخر، فهون صارت المشاكل. فهي مثلا كان سبب المشكلة الانتقال، فهني شافوا هذول الحكمين أنه خلاص طالما المشكلة كذا فلا بد أن ترجع إلى دير بون وتعيش فيها ليستقر حال الزوجة. أو لا، مثلا ساكني في حي مش مرتاحة فيه، فيه مشاكل، فيه سرقات، فيه بتخاف على روحها، بتخاف على حالها، أيضا إذن يؤمن لها المسكن الآمن. أو تسكن عند أبويها، وجدا المصلحة بأن تكون ساكنة عند أبويها، طبعا في خصوصيات معينة أو لأسباب معينة بيكون عندهم، فمن خلال النظر وجدوا أنه لا، الأفضل لهذه المرأة أنت تسكن مع زوج مع أهلها. أو ممكن تكون المشكلة أنه هو ساكن مع أهله، أو عايش أمه معهم، أو عايش أخته معهم، أو عايش أبوه أمه معهم، وكانت المشاكل هي بسبب. وهي أنا الأسبوع الماضي كان عندي نفس المشكلة، أنه امرأة متزوجة لكن هذا الرجل دائما يعيش مع أهله، فهي تخدم الجميع، وليس فقط تخدم الجميع، كل واحد يأمرها من طرف ويسمي يعني يسمعانها كلاما قاسيا وأمثال هذه الأمور. فما طايقة العايشة معهم، بعيشني زوجي ببيت لحالي أنا بعيش معه ما عندي مشكلة، أما مع أهله ما فيني أعيش مع أهله. طبعا من حق الشرعي المرأة الزوجة أن يكون لها السكن الخاص بها، أن يكون سكنا خاصا بها ترتاح به، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على أن تعيش مع أهله، أو يجبرها أن تعيش أمه معهم مثلا. هلأ نحن أخلاقيا وعرفا منقول شو هالحكي هذا، ما هو يعني وين بدي يروح بأمه؟ معقول؟ نعم معقول، هو المسؤول عن أمه وأبويه وليست الزوجة، فلا يستطيع أن يلزمها بما هو واجب عليه، ليس من واجبها خدمة أبويه أو خدمة أمه، فعليه أن يوفر للإثنين ما يمكن توفيره لتعيش الحياة مستقرة. الشيء المؤسف نحن في كثير من الحالات أنه الأم أو الزوجة تسكن مع أهل الزوج غصبا عنها لا بإرادتها، وتكون أيضا مشاكل بسبب هذه السكنة. لذلك قال أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته أو أباه أو الأبوين معا ولو في بيت منفرد. شو يقصد في بيت منفرد هون؟ هنا عندما يقول بيت يعني غرفة، نحن مصطلحنا العام غرفة روم، فحتى لو كان عنده بيت مثلا ثلاث غرف بيقول له أن أهله أنتوا بهاي الغرفة وأنا وزوجتي بهاي الغرفة، هذا يعتبر دار واحدة، تعتبر دار واحدة، فلا يجب عليها أن تعيش في مثل هذه الظروف. يعني تسأل عن دار لوحدها ليس عن بيت أو غرفة في شقة أو غرفة في دار. ولو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضرتها،
يعني تشترط عليه مثلا، أو كان سبب المشاكل أنه الضرة عايشة معهم بنفس الدار، عايشة معهم بنفس الدار، فدائما منقرة مع بعضهم، وهذا تسبب إلى الشقاق بين الزوجين. فهي أيضا رأيا هذان الحكمان بأن من الصلاح أن تسكن الزوجة هذه لوحدها، لا تسكن مع ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، يعني من الأمور التي ممكن تصلح الحال ويبعدان الشقاق بين الزوجين. هذا بالنسبة إلى السكن. أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال. مثلا كان المرأة مهرها حال، يعني يجب على الزوج أن يدفعه، فهو حال، فأصبحت تطالب به، وحاله المادية لا تسمح بأن يدفع لها الآن هذا المهر، فصار في شقاق بينهما بسبب المهر. فأجا هذا، جاء الحكمان وماذا رأيا؟ أن أصل المشكلة هو أنه يجب عليه أن يدفع المهر، يقرران أنه حتى تحل المشكلة عليك تأجيل دفع المهر، ليس إبراء الذمة. إبراء الذمة هذا شيء خياري، ما حدا بيلزم للزوجة على إبراء الذمة بدون ما تأخذ التعويض، ولكن على تأجيل المطالبة يتفقان، يشترطا عليها تأجيل المطالبة في المهر حاليا إلى أن تتيسر أمور الزوج. أو شرطا عليها أن، أو شرطا عفوا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجلين، سنة سنتين، أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك. يعني ممكن تكون هي أخذ منه فلوس بعنوان القرض أو بعنوان شيء مثلا آخر، فضاق حاله وهو محتاج الآن لها الفلوس، فترد عليه هذه الأموال بما قبضته قرضا ونحو ذلك، تردها عليه حتى تحل المشكلة، بخلاف ما إذا كان غير سائغ. يعني كان الاشتراط أو الأمور التي وضعوها للإصلاح بينهما أمور غير سائغة أو شروط غير سائغة شرعا. شو يعني سائغ؟ يعني مسموح به شرعا. كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو غيرها، اجوا قالوا له مشكلتك الأساسية أنه أنت عم تنفق على الضرة مثل ما عم تنفق على هذه، أو أكثر مما عم تنفق على هذه، نعم، أو لا أنك أنت عم تنام عند هذه الضرة ليلي وعندها ليلي، فهي بهال ما حاسة بعدم الإنصاف. فبيجي الحكمين بيقولوا إذن عليك أن تنفق أو تقلل من نفقة الضرة، أو لا تقسم لياليها للضرة مثلا. يقول هذا غير سائغ، لأنه كما هو من حق الزوجة الأولى هو من حق الزوجة الثانية، فهذا أمر لا يستطيعان أن يحكما به، لأنه ليس من شأنهما وليس من شؤونهما، أنه هذا حق يتعلق بغير الزوجة التي معها مشاكل، غير الزوجة التي مع شقاق مع زوجها. فلا يمكن أن يكون الحل من حقوق الزوجة الثانية. صار واضح هذا المطلب؟ نعم مولانا. طيب الآن إذا اجتمع الحكمان على التفريق بفدية أو بدون فدية، يعني الحكمان شافوا أنه من الأفضل أن نفرق بينهما، ما في حل، ما في حل إلا التفريق بيناتهم، إما بفدية أو بدون فدية. الآن بفدية من الزوج إلى الزوجة، أو بالعكس من الزوجة إلى الزوج، يعني حسب ما يريان. يقول إذا اجتمع الحكمان على التفريق، أنه اتفقوا يا أخي ما في مجال إلا نفرق بيناتهم بفدية أو بدون فدية، يقول لم ينفذ،
يقول لم ينفذ حكمهما بذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما أو حين بعثهما بأنهما إن شاء جمعا وإن شاء فرقا أو استأذناهما في الطلاق وبذل الفدية حينما يريدان ذلك. يقول في الحالة العامة أنا الحاكم الشرعي بعتني لأصلح بين زوجة ابني وابني، وما أرسل أبوها أيضا ليصلح بين ابني وابنته، فالآن نحن عندنا صلاحية بأن نتخذ القرارات المناسبة. يقول إذا الحاكم الشرعي أو نحن أثناء نحن نقبلنا المهمة ما كنا مشترطين عليهم أنه فينا نصلح وفينا نفرق، فينا نجمع وفينا نفرق، يقول القرار بالفراق لا ينفذ لأنه ليس من أساس المهام التي وكلنا بها. يعني إذا قال إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاء جمعا وإن شاء فرقا، الآن عنده صلاحية بهالحالة، فإذا اتخذوا قرار التفريق ما في مشكلة، أما بدون ذلك لا يمكنهما اتخاذ قرار التفريق. واضح؟ أو استأذناهما في الطلاق وبذل الفدية حينما يريدان ذلك. يقول نحن نستأذنكم أنه ناخذ إذن منكم بأنه نعطي فدية، تعطوا فدية أو واحد منكم يعطي الفدية ويصير الفراق بيناتكم. فبهذه الحالة إذا وافق الزوجان على ذلك لا يوجد مانع من ذلك. يعني هنا يشترط موافقة الزوجين على هذا الشرط أو على هذا القرار من الحكمين. العفو شيخنا، الصلاحية يأخذوها من الحاكم الشرعي أو من هم نفسهم الزوجين بالطلاق أو التفريق أو الجمع؟ لا، من الزوجين. قرار التفريق بالذات لابد من أخذهما من الزوجين، أخذه من الزوجين. نعم. بعد في سؤال؟ حيث إن التفريق لا يكون إلا بالطلاق، ما عندنا شيء فرقهم إنه كل واحد يعيش في بيته وخلاص انتهى، ما عاد في حياة زوجية بيناتكم. لا، التفريق لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالطلاق، فلا بد من وقوعه عند اجتماع الشرائط بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه وعند حضور العدلين وغير ذلك. يقول هؤلاء كان عندهم صلاحية، الحكمان كان عندهم صلاحية بالتفريق، صحيح؟ وقرار التفريق اتخذ، كيف يكون التفريق؟ يقول بالطلاق. إذن مو معناها أن هذا الطلاق يتم على أي حال، لا بد من النظر إلى تحقق شروط الطلاق، وشروط الطلاق عندنا نحن الإمامية 4 شروط ليتحقق الطلاق. أول شيء أن تكون طاهرة من الحيض، ثاني أن تكون في طهر ليس بينهما مجامعة، ثالثا أن يكون هناك شاهدان عدلان يحضران يسمعان الإيقاع الطلاق، رابعا الصيغة، صيغة الإيقاع بالطريقة الشرعية وهي زوجة فلان طالق بهالشكل، فيعني لازم يكون بالصيغة الشرعية. فهذا هو الشروط الأربعة، هذه هي الشروط الأربعة للطلاق، فلا بد أن تتوفر شروط الطلاق حتى يمكن الطلاق. الأحوط وجوبا أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم. في عندهم أهل عندهم إمكانية الصلح والدخول في الموضوع، نعم بصير وجبة.
إذا كان لا يوجد عندهم من هو مؤهل لذلك، يعني في أهل بس ما عندهم من هو المؤهل لأن يكون طرفاً في المصالحة أو من الحكمين، ولكن أو ما عندهم أهل أصلاً، لا هي عنده أهل ولا هو عنده أهل، هنا يمكن أن يأتيان بحكمين من خارج الأهل تعين من غيرهم، ولا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أو بعث الحاكم الشرعي أزيد من ذلك. فإذا كان المصلحة تقتضي أن يكون أكثر من حكمين، حكمين من طرفها مثلا وحكمين من الطرف الآخر، يقول تعين ذلك. هنا حسب بقى المشكلة، حسب الأمور التي ستكون سيفضي إليها الصلح أو الفراق أو أمثال هذه القضايا. فهنا قد لا نكتفي بحكم من أهلها وحكم من أهله، بل ربما أكثر من ذلك. فإذا اقتضى الأمر ذلك يتعين أن يكون أكثر من حكم من كل طرف. إذا اختلف الحكمان بعث الحاكم حكمين آخرين حتى يتفقا على شيء. يقول أنا الحكمين اللي بعثتهم اختلفوا ما وصلوا لقرار، هذا بيقول لا لازم نعمل هيك، هذا بيقول لا لازم نعمل هيك. هنا يبعث أو يرسل الحاكم الشرعي حكمين آخرين، ما اتفقوا بيرسل حكمين آخرين إلى أن يتفقوا، إلى أن يتفقا. فلا بد من التوافق بين الحكمين لماذا؟ لينجز القرار الذي يتخذانه. في سؤال حول هذا الموضوع؟ ينبغي للحكمين، ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الإصلاح، فلا بد من أن تكون نيتهما هو الإصلاح وليس التفريق. ما بيجي واحد من طرف الزوجة مثلا والله إذا ما وافق لحتى أخرب الدنيا، إذا ما كذا بدي أقتله، إذا ما هذا تهديد، هذا ما عاد فيه. لا بد من أن يكون نية الحكمين هو الإصلاح أولا، فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه. هذا تقريبا نص حديث. إذا الإنسان أحسن نيته في المسعى فالله ييسر له أمر هذا الأمر ويصلح مسعاه أيضا، يصلح أموره هو أيضا، كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن كانت جديا إرادتهما الإصلاح فالله هو الموفق في هذه الحالة. يوجد سؤال عن الموضوع؟ إلى هنا نكون قد انتهينا من أحكام النشوز، انتهينا من أحكام النشوز. في حدا عنده سؤال عن النشوز عموما قبل ما ندخل في القسم الثاني؟ طيب نذهب إلى القسم الثاني. وهو أحكام الأولاد. واضح الشاشة عندكم؟ نعم مولانا. نعم. أحكام الأولاد. وهذه من المسائل أيضا المشكلة الكبيرة التي نقع فيها حين يكون عندنا ملفات الطلاق. من أكبر المشاكل. ليش؟ لأن الشرع شيء والقانون شيء آخر، وخصوصا في بلاد الغرب يكون الشرع شيء والقانون شيء آخر. حتى في بلاد إسلامية
عند ذات القوانين العلمانية أو ما بعض تتخذ مذاهب خاصة تختلف المسائل بالنسبة إليهم. فلذلك علينا أن نركز هنا أن نعرف ما هو الشرع حتى عندما يتم الخلاف أو يتم نزاع بين الزوجين على هذه القضية يعرف حقوقه وحدوده الشرعية. ويقول الفصل الثاني عشر في أحكام الأولاد: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط. إذن الولد يلحق بالزوج سواء زواج منقطع أو زواج دائم. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتمال الإنزال. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون داخلا بها مع العلم أنه أنزل أو احتمل الإنزال أو الإنزال على ظاهر الفرج، وأما مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أخرى كالأنبوبة ونحوها واحتمال كون حملها من مائه، ففي إلحاق الولد به إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. هنا السيد يقول نحن عندنا حالتان فقط للإلحاق الولد بالزوج: الدخول مع الإنزال أو احتمال الإنزال، هذه صورة تانية، أو لا ما في صار دخول لكن صار الإنزال على ظاهر الفرج، فهنا بدخول أو بغير دخول. فهنا بها مع هذين الأمرين يتحقق أنه الماء للزوج فيلحق به، أما مع انتفاء الأمرين وهو عدم الإنزال سواء في الداخل أو عدم الدخول وعدم الإنزال سواء على الظاهر أو في الداخل، يقول مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجه بطريقة أخرى، كان في طريقة ثانية كأنبوبة ونحوها مو بهالطريقة اللي ذكرها بالأول، ويحتمل أن يكون الحمل له، يعني يحتمل أن يكون الحمل من مائه، بل يمكن يكون الاحتمال احتمال كبير، لكن في هذه الحالة يقول إلحاق الولد به إشكال ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. مقتضى الاحتياط يعني عدم الإلحاق في هذا الأمر. الثاني: مضي 6 أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه وهو أنزال الماء على ظاهر الفرج. يقول مضي 6 أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة. فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لأقل من 6 أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج. ليش هذه القضية؟ هذه القضية نحن عنا حكم شرعي أقصى الحمل 9 أشهر، أقصى مدة الحمل 9 أشهر، وأقل مدة الحمل 6 أشهر. واضح؟ إما 6 وأما 9، يعني إذا أتم 6 طبعا أتم 6 شهر السادس. فيقول أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، وبالتالي لو جاء الولد من حين الدخول بأقل من 6 أشهر أو من حين نزال الماء بأقل من 6 أشهر لا يحكم بأنه ابنه ولا يلحق به. لماذا؟ لأنه لم يتجاوز الحد الأدنى للحمل. واضحة هذه الصورة أم لا؟ نعم مولانا. إذن لابد من إمكانية أن يكون الحمل منه، هذا لابد منه. نعم. الأمر الثالث أو الشرط الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة قمرية، وهو سنة قمرية. فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعد السنة لم يلحق به. تبهتوا؟
ما هو أقصى الحمل؟ يقول أقصى الحمل سنة. فإذا كان مفارقة أو مسافر ومضت على السفر أكثر من سنة أو على الفراق أكثر من سنة، ما في أي شيء علاقة بيناتهم زوجية، فبهالحالة لو ولدت بعد السنة مولودا هذا لا يلحق به. ليش؟ لأنه أقصى الحمل هو سنة، فمع زيادة عن السنة هذا لا يلحق به لأنه يتبين أنه ليس له. إذن عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة قمرية. شو الفرق بين السنة القمرية والسنة الهجرية؟ عفوا السنة الميلادية، تقريبا 10 أيام أو 9. السنة الهجرية 356 يوم أو 355، السنة الميلادية 365 يوم، ففي فرق 10 أيام بيناتهم. نعم. مثلا إذا تحققت الشروط الثلاثة، لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه، وإن وطئها آخر فجورا، يعني حتى لو كان زنى بها شخص آخر، فضلا عما لو اتهمها بالفجور. يقول طالما أن ولادتها كانت متوفر أو الحمل متوفر فيه الشروط الثلاثة فالولد يلحق به شرعا، حتى لو كان زنت لا سمح الله أو هو نفى الولد، ما يحق له أن ينفي الولد في هذه الحالة. ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان. يقول هل يوجد طريق لنفي الولد أم لا؟ يقول ما عندنا غير طريق واحد وهو الملاعنة أو اللعان بين الطرفين. اللعان طبعا اللي مذكور في القرآن، بيكون يتهم زوجته بالزنا وينفي كون الولد له، وما عنده شهود أربعة. لو عنده شهود أربعة البين الشرعية ما في مشكلة، لكن ما عنده شهود وهو الزوج فقط. الزوج إذا اتهم زوجته بذلك ونفى الولد، هنا تأتي الملاعنة، اللعان بينهما، فيحلف أربع أقسام ثم الخامس، ثم هي تحلف نفس الشيء إذا أرادت أن تنفي العقوبة عنها، ثم يفصل بينهما ولا يلحق الولد به. نعم. إذن ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان. لكن هل يجب عليه شيء؟ نعم، عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النساب. نعمل هذه الصورة اليوم وننتهي. يقول إذا كان العقد هذا الكلام، نأتي إلى اللعان في حال الزواج دائم، في حال كان العقد عقدا دائما. أما لو كان العقد عقد منقطع فالحكم يختلف وهو ينفي الولد، فجاءت بولد ويمكن اللحاق به لأنه أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة وفي دخول وفي إنزال، إذن تتحقق الشروط كلها، ففي هذه الحالة يمكن للحاق ولد به، وهنا لا ينتفي الولد بنفيه هو إلا في حالة واحدة أو حالتين، أن يقسم اليمين مع دعواها بأنه ابنه، مع دعواها بأن هذا ابنه، فهنا إذا نفى على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فيكفي أن يحلف يمينا واحدا. نعم. لذلك فينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها، دعوى الزوجة. طيب ماذا لو الولد ادعى، مو الزوجة، لو الولد ادعى أنه أنا ابنك من الزواج المنقطع، فهوني يحق للأب أن ينفيه مع اليمين
إن كان في دعوة من الولد أن هذا ينتسب إليه. واضحة المسألة؟ أعيد ألخص: في حال الزواج الدائم مع توفر الشروط الثلاثة، الولد يلحق بأبيه حتى لو ادعى نفي الولد. مع إصراره على نفي الولد لابد أن يكون عنده ماذا؟ بينة شرعية، أو ماذا؟ يقسم الأيمان أو سميه اللعان، يقسم الأيمان الأربعة أو الخمسة، ثم هي تقسم لو إذا أرادت أن ترفع الحد عن نفسها أو تكذبه تقسم أربعة أيمان أخرى. ففي هذه الحالة ينتفي الولد إذا صار اللعان، مع عدم اللعان لا يصح. هذا بالنسبة للزواج الدائم. أما الزواج المنقطع فمع إمكانية أيضا مع توفر الشروط الثلاثة يلحق الولد به. فإذا كان ينفي الولد لا يحق له نفيه إلا في حال أن ماذا؟ أنه لم تتوفر الشروط، هذا شيء ثاني. لكن الشروط متوفرة، يقول هنا في هذه الحالة إذا ادعت الزوجة أو ادعى الولد أن هذا هو الأب، فهنا لا يستطيع أن ينكر إلا مع اليمين، إلا مع اليمين. عفو شيخنا، بالنسبة للعان احنا بالقرآن مكتوب بأن يدرؤ عنها العذاب إذا هي حلفت، فهنا العذاب يدرؤ عنها يعني القصاص إذا هي حلفت مكان، يعني سوت اللعن مقابيل هو اللعن مالته. لكن بالمسألة هذه ما يقدر ينفي الولد عنها حتى لو أن هي حلفت. لا، هنا لا ينسب الولد إليه في هذه الحالة. أي يعني ما ينسب عليه، ما حتى لو هي كانت حلفت يعني سوت اللعن مقابيل هو اللعن مالته، فقط ينتفي عنها العذاب. نعم، وهو العقاب، عقاب الزنا. أي نعم، الولد حتما لا يلحق به مع حلفه هو. بالنسبة لها حتى ينفع عنها العذاب تحلف، وإذا لم تحلف معناها ماذا؟ تعاقب عقاب الزنا. نعم. في سؤال بعد؟ نكتفي اليوم بهذا القدر. إن شاء الله الخميس القادم نتابع هذا المطلب بإذنه تعالى. في حد عنده سؤال؟ ما في؟ رحم الله والديك، حياكم الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله والديك، رحم الله والديك.